طبعا مرحلة 15 سنة ويا الكابتن محمد السبتي كانت مرحلة مميزة، كانت أهم مرحلة تقريبا بحياتي بنادي النصر. أذكر مرة الكابتن محمد السبتي بعد ثالث رابع مباراة، كانت مباراتنا ضد الغاتسية، كان يقول لي تعرف شنو نادي الغاتسية؟ قلت له يا كابتن شلون الدخيل وجاسم يعقوب شلون 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 ما أعرف القادسية؟ قال لي شوف اليوم أنا ما بي منك شيء، ترى أنا للحين قاعد ألعبك المهاجم متعور، قبل الباص أروح الجليب ونادي النصر ممكن نص ساعة 25 دقيقة هرولة، كنت أروح النادي هرول من كثر ما كنت أبي أتمرن وأبي أتطور. أذكر الكابتن روماريو لاعب منتخب البرازيل، فشلون كان ينتظر، يعني أنا كنت دائما أحب إن الكرة وأروح الربعي وبيأسلم منهم الكرة، عارف شغل السكة قبل كله تبي الكرة لك وبروحك، فكنت أتابع كابتن روماريو ما كان ينزل، يعني كان دائما بين المدافعين يتحرك خطوتين يمين خطوتين يسار يتابع الكرة، ما كان يستلم من رجل صاحبه، يروح يدور المكان المركز شلون يقطع علشان يستلم الكرة أقرب مسافة للجول. هذه فادتني بشيء عظيم، يعني حتى ربعي ارتاحوا مني، يعني لاعبين النص اللي كانوا ويانا ارتاحوا إنهم افتكوا من دوختي، يعني أنا كنت أحب والكرة معاك، كنت أنزل أخذ الكرة منك وأروح أطوف واحد واثنين وتنقطع مني ومرات تمشي مرات ما تمشي، فكانت وأنا كنت أتعب، فهذا مجهود أحسن لي أقدر أوفر مجهودي على طول المباراة واختصار مسافة، يعني ممكن الكرة وياك تحرك سليم خلف المدافعين باص منك أنا والجولشي، فاستفدت من الطريقة هذه صراحة. المفارقات اللي صارت سنة 1994 مثل ما قلت لك كنا تقريبا رابع الدوري وأخذنا كاس الاتحاد، فصار اختيار لاعبين منتخب سنة 94-95، أذكر تقريبا 60-70 لاعب، وصل اصطاف روسي، فكان مدربنا تحت منتخب الشباب أناتولي مساعدة الكابتن بدر عبد الجليل مسي عليه بالخير، فتم اختيار اللاعبين وتم التصفية، طبعا تم اختيار من نادينا تقريبا 8 لاعبين لأن استحقاق، رابع دوري بطل الكاس لاعبين ممتازين، أذكر منهم الكابتن ماجد رحيل، الكابتن عبد الله سبتي، الكابتن عبد الرحمن عواد، الكابتن عايض مطلق، الكابتن حسين ديل من مسي عليه نسينا ما ذكرنا بداية الحلقة دكتورنا العزيز، ف صارت تصفية. طبعا الكابتن ماجد رحيل كان هو هداف الكاس وهداف الدوري، ومستغرب انه تم استبعاده، يعني بالنهاية هو مهاجم راس حربة وهداف دوري وكاس وتم استبعاده، فما بقى من نادي النصر الا مشعل نايف، فكنت مصمم اني لازم اطلع صورة النادي ان احنا نستحق اكثر من لاعب، ان احنا احسن من كذي، ان احنا افضل، فشاركنا بالبطولة الصداقة الدولية بسلطنة عمان سنة 1995، فتوفقنا البطولة، خسرنا مباراة واحدة قبل النهائي أمام المنتخب السعودي، أيامها المنتخب السعودي كان كله نجوم معروفين، يعني منهم كابتن حسين عبد الغني كان موجود وياهم، اللي بعد حسين عبد الغني شارك بكأس العالم، فكانوا مجموعة وخسرنا 1-0 بالوقت الإضافي خسرنا منهم 1-0 وأخذنا المركز، لعبنا ثالث ورابع وأخذنا المركز الثالث. طبعا الاصطاف الروسي على ما أعتقد كان ملزمين الاتحاد الكويتي جميع الفرق تلعب تكتيك 3-5-2 من الناشئين للشباب للأولمبي للمنتخب الأول، كلهم نفس الخطة على أساس متى ما تأهلت للمرحلة أعلى منها
تكون عارف وفاهم شنو يبي منك المدرب. وأثمرت يعني التجربة هذه فعلا أثمرت. شفنا منتخب أتلانتا 96 الأولمبي، شفنا منتخب سيدني سنة 2000 أغلب اللاعبين كنا بنفس المجموعة، شفنا شنو كان يسوي المنتخب الأول ثالث هيروشيما، فأثمرت. فشوي طبعا كان المجهود جبار، المجهود أعلى، شيء جديد علينا، شيء أوروبي، فكان شوي تعب علينا طبعا، بس بالنهاية الإنجازات هي اللي تكلمت على التعب اللي كان وعلى التكتيك الجديد اللي دش على الكرة الكويتية. طبعا هني صارت بداية موسم 94 95، بداية موسم 95 مثل ما قلت لك صار الزامي على الفرق تلعب 3-5-2، يعني انت النادي دبر نفسك لازم تلعب بالطريقة هذه. فمثل ما قلت لك كان مدربنا مدرب أوروبي ومدرب فاهم، فبلش معانا ب3-5-2 وطريقة 3-5-2. فلما وصلت أنا شخصيا للمنتخب كان مجهود أكثر طبعا، بس كنت مو فاهم كل شيء، بس متشبع من الطريقة 3-5-2 كوني مهاجم. يعني إيه كانت صعبة على الوينجات، كانت صعبة على لاعبين النص بالذات، لأن لاعبين النص كان لاعب بالدائرة اللي على اليمين بالنص متى ما صعد الوينج لازم هو يصير مكانه وهو يدافع وهو يسكر الفراغ، والشمال كذلك كان مطلوب من لاعب النص يكمل مهاجم ثالث معانا لما المهاجم يفتح، فشرحها يطول. فهذا اللي كان عليهم شوي تعب ذهني ولازم تركيز أعلى. أنا كوني مهاجم كان وضعنا يعني أسهل ناس بالملعب حارس المرمى المهاجمين، لأن مهاجم شغلتك تحرك عدل وقول، وحارس مرمى حارس مرمى. فباجي الفريق كان لازم تعليمات جديدة وشغل جديد وتكتيك جديد، فالأفكار كانت عليهم بزود. هذول اللي كان الله يعينهم يعني كان يبيلهم شوي تركيز أعلى، هذا اللي فرق بين النادي والمنتخب. طبعا بعد ما حصلنا المركز الثالث وقدمنا مستوى طيب بطولة الصداقة بعمان سنة 95، هني أنا كملت 18 سنة. فمن المواقف اللي مستحيل أنساها ولا أنسى اسم صاحب الموقف، فكملت 18 سنة رحت أقدم على ليسن، فوصلت أذكر الضجيج، فأول ما دشيت ولا أعتقد كان رغيب ممكن شرطي اسمه مسلم العجمي، ما أنسى مستحيل يعني. فناداني على طول كابتن مشعل، وطالع أنا استغربت أول واحد يقول لك كابتن مكان عام، وسلم عليه حياك تعال يقعدني بالمكتب. قال لي إيش عندك؟ قلت له والله هذا أبي ليسن وكذا، وفي قبل الليسن كنا نطلعها استمارة، فهذه استمارتي وعلشان الليسن. قال ويتشكر مني ويتشكر من المنتخب، ونستونا وفرحتونا واستمروا نشوف فيكم إن شاء الله الجيل الذهبي وتسوون، وفرحني لأمانة. والله أذكر جاب لي عصير وقعدنا، وقال لي يقعد وراح خلص أوراقي، وبعدين دريت إنه في رسوم وهو دافعها ابن الحلال. فكان من الشيء اللي فرحني إنه شنو كرة القدم تسوي لك يعني واحد بمراجعة عادية، وأنا توني صغير وسوالي هالموقف، علشان كذي ما أنسى اسمه يعني، ونمسي عليه بالخير والله يرحمه إن كان حي ولا ميت يعني، الله يعطيه الصحة والعافية.